مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري وأول اجتماع للحكومة في الأسبوع المقبل. رئيس الوزراء يعد بالاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال عامين. ومدير عام منظمة اليونسكو تزور مصر وتلتقي وزراء الخارجية والثقافة والآثار. جولة أخبارية جديدة تأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، وعقب انتهاء المحادثات في قصر الاتحادية من المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري مؤتمرا صحفيا مشتركا مع غوتيريس. وافق مجلس النواب على قائمة التعديل الوزاري التي قدمها رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وشمل التعديل 9 وزراء فضلا عن تعيين 3 نواب لوزير الزراعة ونائب لوزير التخطيط، فيما تم دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي. هذا وقد قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن الحكومة سوف تعقد أول اجتماعاتها في الأسبوع المقبل بعد أداء الوزراء الجدد اليمين القانونية. أشار إسماعيل إلى أن حكومته تسعى إلى إيجاد دور للقطاع الخاص بالمرحلة المقبلة، مضيفا أنها تسعى من أجل وصول الجنيه لقيمته العادلة. تستعد الحكومة لبدء صفحة جديدة بعد جدل استمر أسابيع عدة حسمه رئيس الوزراء شريف إسماعيل بـ9 تعديلات وزارية حازت على موافقة مجلس النواب تمهيدا لحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية. وإلى جانب التعديلات الموسعة في الوزارات، تم استحداث 4 مناصب، منها 3 نواب لوزير الزراعة وآخر للتخطيط، كما تم دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي. وشملت قائمة الوزارات التي طالتها التغييرات الزراعة والتموين والتخطيط والتنمية المحلية والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والنقل، إضافة إلى وزارة شؤون مجلس النواب. وحظيت التعديلات بإشادة رؤساء الهيئة البرلمانية في الجلسة العامة لمجلس النواب، وأعربوا عن أملهم في سرعة ظهور آثار الإيجابية على الشارع ومنح ملفات التعليم والصحة وتنمية البنى التحتية دفعة إلى الأمام. وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في رسالة إلى مجلس النواب أن التعديلات جرت بدقة وبعد مشاورات وجلسات نقاشية تمت مع 50 من الشخصيات المرشحة، ودرست تقارير الأجهزة الرقابية حول أداء الوزراء ومعدلات نجاح كل منهم. وشدد إسماعيل على أن الحكومة مستمرة في برنامجها للإصلاح وتحسين معدلات تنفيذ المشروعات وزيادة معدلات النمو وضبط الأسواق.
خطوة التعديل الوزاري بدت ضرورية وملحة في ظل الانتقادات الحادة التي وجهها أعضاء مجلس النواب إثر انخفاض معدلات الأداء الحكومي، كما أنها كانت ضرورية أيضا لاستكمال تنفيذ استراتيجية التنمية 2030 والتي طرحتها رئاسة الجمهورية. هذا وينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي مصباح قطب المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ مصباح، يعني هذا التعديل أو التغيير الوزاري هل تراه جاء في هذه اللحظات يعني متوافقا مع ما يريده رجل الشارع، وأيضا هل تراه أنه متوافقا في نفس اللحظات مع هذه المرحلة؟ يعني في اعتقادي أنه التعديل رغم انه طالت مده التحضير ليه لكنه عمل فيه فكره، يعني ما اقدرش اقول انه يعني ايه انه جاي بشكل عشوائي او كالتقليدي، في شيء شويه مختلف يعني. نعم. ويمكن دليلي على ذلك يمكن وزير التعليم وهو من الشخصيات المحترمه كان ماسك امين عام المجالس الدراسيه المتخصصه ولديه وجهه نظر، يعني اتفقنا واختلفنا لكن لديه فكر واضح فيما يتعلق بتطوير التعليم، فده يعني ايه فيه، لكن كان في بعض الحاجات الحقيقه المثيره شويه للتساؤل يعني في مقدمتها، واظن ده شغل ناس كتير، خروج وزير برضه محترم جدا وله قبول ويعني له مصداقيه اللي هو الدكتور اشرف العوجي وزير التخطيط، فيمكن يعني كنا نتمنى ان نعرف شويه اكثر ايه الاسباب التي كانت وراء يعني تعديله، مع تقديرنا طبعا الدكتور هلا سعيد عميده الكليه ونتمنى لها يعني انها النجاح في مهمه صعبه، لكن التعليق العام ليا انه اكثر حاجتين بيعاني منهم الناس في الوقت الراهن هما ارتفاعات الاسعار وفوضى الاسواق وهما مشكله واحده، وموضوع انه في بطاله بتعلى يوم بعد يوم ومستويات الفقر بتعلى يوم بعد يوم، يعني الناس محتاجه شغل ومحتاجه دخول اكثر عشان تواجه، هل ستتمكن الحكومه بالتعديله دي انها تنجز يعني شيء ذي بال ويعني يعمل فرق مع المجتمع في القضيتين دول؟ يعني لسه ما عنديش تاكيد الحقيقه حول هذا. وده دايما الاستاذ مصباح اللي كان بيتكلموا عنه هو يعني اهميه الحديث حول ما يسمى بالمجموعه الاقتصاديه علشان هذه النقاط بالتحديد. نعم. ولذلك برضه كان من الامور الطيبه الحقيقه اختيار حد يعني له احترام شديد جدا في اوساط مختلفه، هو الدكتور علي الفتنحي اللي يعني كان رئيس اللجنه الاقتصاديه زي ما احنا عارفين في البرلمان، وطوال الوقت رغم انه عمل في فترة سابقة وما كان أسهل على أي حد يقول لك ده بقى من قديم ومن جديد، لكن طول الوقت الحقيقة حين كان وزيرا وحين كان رئيس بلدية البعيد وحين خرج من الوزارة وحين عاد إلى البرلمان وهو محل احترام من الناس، يعني إنسان عنده مصداقية ونزاهة كده شخصية واهتمام وفاهم كويس، فكمان فكونه يمسك وزارة التموين ده الحقيقة عمل جيد جدا، هو نلاحظ إنه مكان يعني حد كان جاي من يعني القوات المسلحة وكان عنده عطاء في الحته اللي كان فيها في الجيش، لكن الحقيقه لم يثبت نجاحا، وبالتالي انا بعتبر ان مجيء الدكتور علي حاجه مهمه في الوزارة. طيب هنا استاذ مصباح، يعني كيف ترى بقاء بعض الوزراء يعني او الوزراء اللي كانوا في الحكومه السابقه، هل ترى انهم نجحوا بالفعل في اداء المهام الموكله اليهم وبالتالي تم الابقاء عليهم في الوزاره الجديده او في الحكومه الجديده؟ احنا محكوم علينا كصحفيين ومعلقين او حتى كمجتمع ان احنا يعني عفوا يعني نتحسس جوانب من الفيل، لانه لسه ما عندناش شفافيه كافيه في التعامل مع قضايا التعديل او التغيير الوزاري وغيرها من القضايا، فيعني احنا مش فاهمين، او في صحيح بيقال وده موجود الحقيقه يعني انه في مراجعه دائمه لاداء الوزراء وفي كل شهر بيطلع تقرير على معدلات الاداء داخل كل وزاره، وبالتالي يفترض انه رئيس الحكومه كان لديه مثل هذه المؤشرات عشان يبقي حد ويغير حد، لكن نعم. بالتأكيد يعني ناس كثيرة جدا بتتساءل حول مع احترام الأشخاص طول الوقت بقاء وزير الصحة على سبيل المثال، يعني احنا شفنا أكثر من قصة متعلقة بالعلاقة نعم. مع الأطباء ومع الصيادلة وزاد عليها مع الجمهور فيما يتعلق به الخلط في موضوع الادويه. هنا نقطه مهمه استاذ يعني مصباح قبل ان اختم مع حضرتك لانها مهمه حقيقه، وهو الاهتمام بالقطاع الخاص في المرحله القادمه وايضا محاوله للوصول الى القيمه العادله للجنيه المصري، هل ترى ان نعم. الحكومه الجديده يعني ترفع هذا الشعار قد تصل اليه فعلا؟ احنا زي ما اتقال لي اكثر من مره الحقيقه انه انت تهتم بالاستثمار اي بالقطاع الخاص، يعني ليس فقط انك تغير قانون الاستثمار وتعمله كويس رغم ان احنا حتى لسه ما عملناهوش، فده محتاج منظومة من التعديلات التشريعية واللائحية، أنا بتمنى إن يعني حد يبقى باصص طول الوقت على الحكاية دي، لأنه زي ما الواحد مهتم بالمواطن العادي وإن احنا نسهل لحياته، لابد أن نؤمن بإنه إن يبقى فيه استثمار حقيقي وجاد في الاقتصاد، يعني
مسألة مطلوبة للجميع عشان يبقى في نمو قوي ومتوازن نعم. ومستدام وتوزيع عادل للثروة. فيعني ايه اسندت حقيبة وزارة الاستثمار الى الدكتورة ساحة النصر، يعني اعتقادا بانه نجاحها في وزارة التعاون الدولي يعني سيستمر معها في هذه الحقيبة. برضه بندعي لها لانها شيلة تقيلة جدا، واتمنى ان يعني يبقى عندها فريق قوي. صحيح الوزارة دي مالهاش نواب، لكن هي نفسها تقدر تختار مساعدين اكفاء نعم. عشان تمشي هذا المجال المهم. اما فيما يتعلق بسعر الثروة هو في الاخر ترجمه لمجمل الاداء الاقتصادي للدوله. صحيح ممكن يبقى في شويه مضاربات من هنا، في ظروف او عرضه تعطل او تقوم او تقلل، لكن في الاخر هو بيعكس الاداء الاقتصادي. فكل نعم. ما يبقى في نمو قوي بالتاكيد سعر الصرف يعني، والنمو القوي ده بيشمل تدفق استثمارات من الداخل ومن الخارج، سعر الصرف هيبقى عند قيمته العادله. وده يعني. وده اللي هنشوفه ان شاء الله في المرحله القادمه بعد هذا التغيير الوزاري. اشكرك جدا الكاتب الصحفي الاستاذ مصباح قطب المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. تحت شعار فرص واعدة للبترول والغاز في مصر، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2017. من جهته أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل التزام الحكومة بتسديد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط. الشركات العالمية أمامها فرصة جيدة للاستثمار في صناعة البترول والغاز في مصر، خاصة مع توافر الخبرات البشرية المتميزة التي اكتسبتها على مدار أكثر من 100 عام، وبيئة استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى بنية أساسية قوية وتسهيلات إنتاج متطورة تساعد على سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على حيز الإنتاج. نحن ندرك أن المديونية المستحقة للشركات الأجنبية العاملة في مجال البحث والإنتاج تمثل تحدياً كبيراً، وعلى الرغم من أننا استطعنا خفض هذه المديونية إلى حوالي النصف خلال الفترة الماضية، إلا أن الحكومة ملتزمة بوضع حلول نهائية لهذه المشكلة. نحن نعمل جاهدين لوضع إطار عام وآلية جادة لخفض باقي المديونية ومناقشتها مع الشركات العالمية بما يساهم في تخطي هذا التحدي وجذب المزيد من الاستثمارات، ولدينا تعليمات محددة من السيد رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من ذلك في أقرب وقت. كما أكد إسماعيل أن مصر سوف تحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال عامين أو أقل، فضلا عن تحويلها إلى مركز دولي لتجارة وتداول البترول أو الغاز. ساهمت الاستراتيجية الجديدة لقطاع البترول وما تحقق من اكتشافات في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، ومن المتوقع إن شاء الله أن يتحول وضع الغاز في مصر للدرجة التي تمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي مرة أخرى خلال عامين أو أقل. بالإضافة لما تقدم، لقد وضعت الدولة هدفا قوميا لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة، وسيتحقق هذا الهدف بإذن الله بتحقيق الاستفادة المثلى من المقومات التي حبانا الله بها، ومنها موقع مصر الاستراتيجي الذي يتوسط كبار منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم، حيث تمر عبر هذا الموقع أهم طرق التجارة البحرية والدولية. من جهته قال وزير البترول طارق الملا في تصريحات لأونلايف إن مؤتمر مصر الدولي للطاقة يعد نافذة مهمة لجذب الشركات الاستثمارية والترويج للاكتشافات التي تم التوصل إليها مؤخرا. أهمية هذا المؤتمر إن هو بنعتبره نافذة لقطاع البترول، نافذة لقصة نجاح حدثت في خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا، وإحنا بنتخذ هذه الفرصة بأنه من خلال هذه النافذة بنعرض ماذا تم وماذا فعلنا من تطوير ومن تحديث ومن إصلاح. كمان بنتكلم على استراتيجيتنا القادمة في خلال السنوات القادمة من خلال خطط تنفيذية محددة. فالحقيقة احنا يعني سعداء بهذا المؤتمر، نسبة الحضور عالية، نسبة المشاركين في المعرض كبيرة، نسبة الباحثين والمتقدمين لأوراق بحثية وحلقات نقاشية كبير، والحقيقة انه هيتبقى فيها تنوع كبير ما بين مناقشات علميه وحوارات خاصه بالتحديات الدوليه والاقليميه. الى الملف السوري، حيث اعلن مكتب المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي مستورا ارسال دعوات للاطراف المشاركه في محادثات السلام المقرره في جنيف في 23 من شهر فبراير. وقد اوضح بيان صادر عن المبعوث الاممي ان المشاورات بشان المفاوضات ما زالت مستمره ورغم ارسال الدعوات للاطراف المشاركه.
أكد التلفزيون السوري تأجيل محادثات أستانا 2 إلى 16 من فبراير الجاري بسبب عدم وصول وفد المعارضة. من جهته أو من جهة أخرى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أمله في أن تحمل مفاوضات جنيف المقرر أن تعقد في 23 من الشهر الجاري أملا جديدا للسوريين. وأضاف غوتيريس أن حل الأزمة السورية يتطلب تسوية شاملة يشعر من خلالها جميع السوريين بأنهم ممثلون بشكل جيد، مؤكدا أن محادثات جنيف خطوة أولى في التوصل إلى عملية انتقال تسمح بحل سياسي. وحول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الآن الكاتب الإعلامي منهل الحريري. مرحبا بك سيد منهل. مرحبا بك، أهلا وسهلا. بداية سيد منهل، نريد أن نتحدث معك بداية عن زيارات المكوكية لأنطونيو غوتيريس وأنه سوف يزور القاهرة يوم غد بإذن الله، ولكن قبل ذلك نريد أن نتحدث عن بعض العراقيل التي ربما أدت إلى تأجيل محادثات جنيف المرتقبة. ما هي الأسباب والعراقيل لذلك؟ نعم، يعني كما تفضلت قبل قليل من العراقيل التي تحدث عنها التلفزيون السوري، هو التأخير الذي تقوم به المعارضة أو وفود المعارضة بالنسبة للوصول إلى الأماكن الاجتماعات، سواء في أستانا الذي كان من المقرر أن يكون غدا وتم تأجيله إلى بعد غد يوم الخميس بسبب تأخير وفود المعارضة. المعارضة تتحدث من أن روسيا لم تكتفي بوعودها ولذلك هي لا تذهب الى هناك قبل وقف اطلاق النار. هذا من الناحيه، من ناحيه اخرى نجد ان هناك لا تزال بعض الخلافات داخل وفد المعارضه الذي شكل من هيئه المفاوضات في الرياض بسبب الخلافات التي تجري ما بين منصه القاهره وروسيا و الرياض بسبب عدد المشاركين في هذه المفاوضات، بالإضافة إلى أن المعارضة حتى الآن لم نعم يعني سيد منهل، يعني هذه المعطيات ربما تنذر بأن هذه الجولة ولدت ميتة قبل أن تبدأ بسبب هذه العراقيل أو محاولات لإغهاض هذه المحادثات. يعني هناك من يرى، بعض المراقبين يرون ان جنيف 4 التي من المفترض ان تكون في 23 هذا الشهر قد كذلك ايضا تؤجل الى جنيف 5 بسبب العراقيل، وهذا ما رايناه في جنيف 1 و2 و3 سابقا، وهذا ما رايناه في مؤتمر روس 1 و2 موسكو 1 و2 عفوا، وكذلك ايضا في استانا في 1 وكذلك غدا او بعد غد في 3 استانا 2 الذي تأجل قبل ان يولد كذلك المفاوضات وهذه الاجتماعات واللقاءات بين المعارضه والحكومه السوريه من طرف اخر. نجد ان لا يوجد هناك توافقات الحقيقه بين الطرفين بسبب بعض الخلافات بين الدول المجاوره. دعيني ان اشير الى هذا، الخلافات ما بين تركيا وروسيا وايران التي هي تتولى مثل هذه مضاحكات ما بين روسيا وايران بطرف الرئيس السوري بشار الاسد، وكذلك ايضا المعارضه التي تتولاها تركيا كما حدث في استانا 1 وكما سيكون بعد يومين، ومن المتوقع كذلك ايضا بعد يومين في استانا 2. نعم نعم سيد منهل الحريري، كان معنا الكاتب السوري الاعلامي منهل الحريري كان معنا من سوريا، نشكرك جزيل الشكر. قتل شخصاً وأصيب 8 آخرون بانفجار سارة مفخخة بالعاصمة العراقية بغداد. الهجوم استهدف المنطقة الصناعية في حي البياع الشعبي بجنوب غربي العاصمة بغداد. هذا وتتصاعد وتيرة الهجمات في بغداد بالتزامن مع نجاح القوات الحكومية في تحقيق انتصارات متتالية لانتزاع الموصل من قبضة داعش. وفي ليبيا لقي 3 مسلحين مصرعهم جنوبي مدينة درنة الليبية جراء قصف مدفعي من قبل قوات الجيش الوطنية. وأوضح قائد غرفة عمليات عمر المختار العميد سالم الرفادي أن عناصر تنظيم القاعدة تستغل المساجد لتخزين الأسلحة وإعداد الخطط للهجوم على وحدات الجيش. كما أضاف أن عناصر تنظيم الدولة تحرض أهالي درنة على مواجهة القوات المسلحة بعد تلقيهم ضربات قاسية جنوبي المدينة. اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اتفقا على تسريع وتيرة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم طوعية مرة أخرى إلى تونس. وقد كشفت ميركل والشاهد عن اتفاقهما
على بحث سبل كيفية تفعيل عودة المهاجرين طوعية عن طريق تقديم إغراءات مالية ومعنوية لتمكينهم من البدء من جديد في موطنهم. وقد رفض الشاهد الانتقادات الموجهة لبلاده بالبطء في إعادة طالب اللجوء من أوروبا، كما جدد رفضه لاقتراح بقيام تونس بإنشاء مراكز لجوء خاصة على أراضيها لتخفيف العبء عن أوروبا. دعا أمين عام حلف الشمال الأطلسي يانس ستولنبرغ الدول الأعضاء لزيادة ميزانية النيتو المخصصة للحفاظ على الدفاع الجماعية، وقال إن تقاسم الأعباء بشكل عادل وزيادة نفقات الدفاع يشكلان أساس للحلف الأطلسي. في رد فعل سريع على انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانفاق الدفاعي الأوروبي والاعتماد على مساهمة واشنطن، قال أمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ أن دولا أوروبية أعضاء في الحلف زادت الانفاق الدفاعي بنسبة 3.8% خلال العام الماضي، بما يزيد بنحو 10 مليارات دولار عن عام 2015، وذلك في إطار سعي الحلف لإنهاء أعوام من خفض الانفاق الدفاعي. ومن العاصمة البلجيكية بروكسل، دعا ستولتنبرغ الدول الأعضاء لزيادة ميزانية الناتو المخصصة للحفاظ على الدفاع الجماعي، مشيرا إلى أن تقاسم الأعباء بشكل عادل وزيادة نفقات الدفاع يشكلان أساس الحلف الأطلسي. الرئيس دونالد ترامب أكد لي هاتفيا أهمية تقاسم الأعباء بالشكل العادل، وأن الدول التي تنفق أقل من 2% من إجمالي الناتج المحلي لا بد أن تزيد من إنفاقها لتصل إلى 2%، وأنا أتفق معه، وهذا هو السبب في أنني أرحب بالتقدم الذي نحرزه بهذا الشأن، لكن لا يزال أمامنا الطريق طويل لنقطعه. الأمين العام للحلف أشار إلى أنه سيلتقي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأسبوع الحالي في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث من المتوقع أن يتصدر الإنفاق الدفاعي لأوروبا أجندة القمة المقرر عقدها في مايو المقبل. كما أكد ستولتنبرغ أن لاتفيا وليتوانيا ورومانيا تتجه نحو تحقيق هدف الناتو بإنفاق 2% على الأقل من الناتج المحلي في الدفاع، كما زادت ألمانيا من إنفاقها. نحن لا نتوقع تحقيق نسبة 2% من جميع الحلفاء على الفور، ولكن نتوقع من الجميع وقف التخفيضات والبدء في زيادة الإنفاق الدفاعي. وبالنسبة لإيطاليا، ما زالت الصورة غير واضحة، فيما يواجه بعض الحلفاء صعوبات شديدة. كلمة أمين عام الناتو جاءت قبل أول لقاء يجمع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس بنظرائه في دول الحلف. ويذكر أن الناتو قد تأسس بناء على معاهدة شمال الأطلسي التي وقعت في واشنطن عام 1949، وتعد حماية الدول الأعضاء من خلال القوة العسكرية الدور الرئيسي لهذا الحلف، وتساهم كل الدول الأعضاء بالقوى البشرية والمعدات العسكرية، مما ساهم في تحقيق تنظيم عسكري قوي لحلف الناتو. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن استقالة مايكل فلين مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو شأن داخلي أمريكي. كان فلين قد استقال في وقت سابق بعدما تبين أنه بحث العقوبات الأمريكية على روسيا مع سفير الروسي لدى الولايات المتحدة، وذلك قبل تنصيب ترامب ليأتي الجنرال كيث كيلوغ قائما بأعمال مستشار الأمن القومي خلفا له. لم تمضي 3 أسابيع على تنصيب الرئيس ترامب رئيسا للولايات المتحدة حتى بدأ الحديث عن خلافات وانقسامات في أول سابقة داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب. مايكل فلين مستشار الأمن القومي الأمريكي سطر أول تلك الانقسامات عندما تقدم باستقالته وسط جدل بشأن قيامه بمناقشة إمكانية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا قبل تولي ترامب السلطة. استقالة فلين جاءت بعد تقرير من وزارة العدل حذرت فيه البيت الأبيض قبل بضعة أسابيع من أن فلين قد يكون معرضا للابتزاز بسبب اتصالاته مع مسؤولين روس قبل تولي ترامب السلطة في 20 يناير الماضي. فلين بدوره حاول تبرئة ساحته و
الظهور بمظهر المفترى عليه ليؤكد أن ما قام به ليس خطأ، بل يتوجب على أي مسؤول في المرحلة الانتقالية أن يقوم باتصالات مع المسؤولين الأجانب تحضيرا للإدارة الجديدة. سبب لم يكن مقنعا للإدارة الجديدة التي رأت في عمل فلان ذنبا لا يغتفر وجرما يستحق العقاب، ليخرج المتحدث باسم البيت الأبيض ويعلن أن الرئيس ترامب يجري تقييما للوضع بشأن المباحثات التي أجرها فلان مع السفير الروسي، قبل أن يعلن تسمية الجنرال المتقاعد كيث كيلوغ مستشارا للأمن القومي وقبول استقالة فلان. وعلى ما يبدو أن التعاطف الشديد لفلان مع روسيا عجل برحيله بعد شهر من توليه مهامه، ليخرج المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف ويؤكد أن استقالة مايكل فلان شأن داخلي أمريكي، وباستقالة فلان يكون أول عضو بارز يخرج من الإدارة الأمريكية بعد أن كان واحدا من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في الدائرة المقربة لترامب. إذن مشاهدينا الكرام نذهب إلى هذا الفاصل القصير، بعده نعود ونلتقي مرة أخرى. أهلا بكم من جديد. وإلى سياق النشرة مرة ثانية، أدى 6 أعضاء جدد في البرلمان العربي اليمين القانونية في مستهل أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني التي بدأت بمقر الجامعة العربية. وسبقت الجلسة اجتماعات لجان البرلمان الدائمة الأربع على مدار يومين، وناقشت اللجان محاور العمل في الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربية إلى جانب التكامل الاقتصادي وقضايا التنمية الاجتماعية في مجالات التربية والثقافة وشؤون المرأة والشباب والطفولة. اعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الإرهاب يشن حربا عالمية تتسطر بالدين وتهدف إلى تدمير الإرث الحضاري للمنطقة. وفي كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط، أشار عون إلى أن ما وصفه بالفكر الصهيوني نجح في تحويل الحرب الصهيونية العربية إلى حرب عربية عربية تقوم على صراع طائفي، وهو ما يبرر لإسرائيل تهويد فلسطين. لقد نجح الفكر الصهيوني في تحويل الحرب الصهيونية العربية إلى حرب عربية عربية تقوم على صراع دموي طائفي لا بل مذهبي بين أبناء الوطن الواحد، ما يبرر لإسرائيل تهويد فلسطين وتحويل من تبقى من الفلسطينيين فيها إلى سكان يستأجرون الأرض بدل أن يكون. تمكنت القوات المسلحة بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي من الإفراج عن 13 مصريا كانوا مختطفين لدى إحدى العصابات المسلحة بمنطقة إجدابيا، وجرى الاتصال بذويهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم وعودتهم للبلاد. هذا ووجهت القوات المسلحة الشكر لقيادة الجيش الليبي على تعاونه البناء في إنهاء أزمة المختطفين. شهد الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي بيانا عمليا لمهارات العمل بالكمائن نفذه طلبة الكلية الحربية. وقد أظهر البيان مدى الاحترافية العالية التي وصل إليها طلبة الكلية، حيث استعرض الطلاب أسس التجهيز الهندسي للكمين والاستخدام الجيد للأسلحة والمعدات والأجهزة. وقد تفقد صبحي وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، وقال إن القوات المسلحة لا تدخر وسعا في تقديم الدعم كافة في سبيل إعداد الطلبة بالكليات والمعاهد العسكرية. قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة إن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني داهمت عددا من البؤر الإرهابية بوسط سيناء، نفذت خلالها عددا من العمليات النوعية بجبل الحلال بسيناء، وأسفرت حملة اليوم عن ضبط 8 عناصر شديدة الخطورة وبحوزتها أسلحة وعبوات ناسفة وأموال، كما تم تدمير سيارة مفخخة ومخزنين يحويان عبوات ناسفة ومخدرات. استقبل سامح شكري وزير الخارجية إيرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو بحضور وزيري الثقافة والآثار. وقد أشاد شكري بمساهمة المنظمة في ترميم المتحف الإسلامي، وأشار إلى اعتزاز مصر بعلاقات التعاون مع المنظمة منذ مشروع إنقاذ آثار النوبة، فيما أعربت بوكوفا عن تقديرها لدور مصر النشط في المنطقة.
كما استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار مديرة عام منظمة اليونسكو إرينا بوكوفا بمتحف الفن الإسلامي بباب اللوق في زيارة هي الأولى لها منذ إعادة افتتاح المتحف، وكانت اليونسكو قد تبرعت بمبلغ 100 مليون دولار للمساهمة في أعمال الترميم. النهاردة حضرتك عارفة أن اليونسكو كان من الجهات اللي شاركت في إعادة تأهيل مشروع المتحف الفن الإسلامي اللي كان تعرض للتفجير أثناء تفجير سارة مفخخة قدام مديرية أمن القاهرة يوم 24 يناير 2014. اليونسكو من الجهات اللي ساهمت في المشروع، وحضر الافتتاح نائب مدير عام اليونسكو لما افتتح المتحف في 18 يناير الماضي في فخامة رئيس الجمهورية. والنهارده هي في اول زياره ليها في مصر، كانت حريصه جدا، هي للاسف ما عرفتش تيجي يوم 18 يناير. في اول يوم ليها كانت حريصه ان هي تزور متحف الفن الاسلامي، وبكره ان شاء الله هتفتتح قاعه في متحف قومي للحضاره المصريه عن الحرف المصريه، وده مشروع يونسكو. ثم هتسافر بعد كده تلف اثار مصر في الصعيد ان شاء الله باذن الله، وهي معاها مدير لجنه التراث العالمي او مركز التراث العالمي، ودي شخصيه برضو مهمه جدا، وهما الاثنين سعداء جدا بالمتحف وقالوا ما توقعناش نوصل لهذا المستوى يعني. أشادت منظمة الهجرة الدولية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقد ذكر بيان للمنظمة أن مشروع الحكومة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ساهم في معالجة هذه الأزمة بطريقة شاملة، حيث وفر بدائل حقيقية وفرص للعمل وأنشطة للتوعية بمخاطرها. أكدت المنظمة أنها ستقدم الدعم الكامل للحكومة المصرية لتعزيز جهودها في ذلك المجال. أعلنت وزارة الداخلية عن إجهاض مخطط لتنظيم الإخوان كان يهدف إلى التغلغل داخل نقابات العمالية والتحريض على تعطيل العمل. وأفاد بيان للداخلية بأنه تم ضبط المشاركين في المخطط، وهم 6 من كوادر التنظيم بالمحافظات، بعضهم صادر بحقه أحكام قضائية. وتشير التحقيقات إلى أن المضبوطين تلقوا تكليفا من القيادي الإخواني الهارب محمود عزت باختراق التجمعات العمالية في مسعى لإشاعة الفوضى بها. في مبادرة لتعزيز القيم والأخلاق التي أطلقها كل من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن المتغيرات الأخيرة من نشر لأفكار التطرف والعنف ساهمت في تغيير معتقدات وثقافات عدد من أبناء الشعب المصري. اعتبر الطيب أن أفراد الأسرة المصرية في حاجة إلى التمسك بقيمهم الأصلية وبموروثهم الحضري. الحرب معلنة حتى يوم الناس هذا، تبدل من جلدها وتغير من عقائدها ومرجعياتها بما يتناسب وخطط التركيع وإبقاء الشعب المصري في حالة بين الحياة والموت. والذي يهمني استخلاصه من هذه المقدمة التي أعتذر لحضراتكم إن كانت قد طالت قليلا أو كثيرا، هو أولا إن هذا الشعب شعب أصيل صلب المعدن، بل فولاذي التكوين، وقد بدا هذا جليا في ثورتيه الأخيرتين اللتين أنقذ بهما مصر من براثن مخطط جهنمي أريد منه تدمير مصر والمصريين. وكان أن صمد هذا الشعب لكل هذه التجارب التي ألمت به صمودا متكلين على الله والواثقين في عزمهم وإرادتهم. وقد لا يكون صمود هذا الشعب نابعا من ثقافة يتلقاها أو يتلقنها، وأنى له ذلك وقد تكالبت عليه الأمية وسبات المؤسسات الدينية ومحطات تزييف الوعي على مدار الساعة، وأزمة التعليم بكل مراحله وأنواعه، وصعوبة الحصول على الدواء ونفقات العلاج. وإنما صمد هذا الشعب لسر كامن في أطوائه البعيدة يتمثل في القيم المستكنة في تراثه الحضاري والديني والتاريخي. ثانيا، ما نعلمه جميعا من تآكل قيم هذا الشعب النبيل بصورة مقلقة،
لما تعرض له في العقود الأخيرة من تغيرات اجتماعية أثرت تأثيرا مباشرا على منظومة القيم وانعكست سلبا على تماسك هذا الشعب، وترنح كثير من القيم الاجتماعية الحاكمة لحركة المجتمع وسط ركام اللاوعي أو تزييف الوعي، وتاهت قيم عديدة حاكمة وانطمست معالمها وانبهمت على قطاع عريض من شبابنا حتى أصبح لا يعلم عنها شيئا. من جانبه شدد البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على ضرورة الاتفاق على رؤية لإصلاح قيم المجتمع، وأشار إلى أن بداية تعزيز القيم في المجتمع تقوم على الأسلوب المثالي في التعامل مع الطفل واحترام المرأة. التاريخ يعلمنا الكثير، ويجب أن يكون لنا جميعا بخبرتنا الثقافية والفنية والحضارية والدينية والوطنية، يجب أن يكون لنا في الحقيقة رؤى كيفية إصلاح ما فقدناه من قيم كنا نمتاز بها في مصر ونتعلمها في كل مكان ونعيش بها في حياتنا. الإنسان أيها الأحباء في تربيته يحتاج خمس محطات. المحطة الأولى هي الأسرة، والثانية المدرسة والجامعة، والثالثة المسجد أو الكنيسة، الرابعة الأصدقاء، والخامسة الإعلام. هذه المحطات بهذا الترتيب هي التي تنشئ إنسانا صالحا. الأسرة أولا، ثم المدرسة بدءا من فصول الحضانة، ثم الكنيسة أو المسجد المؤسسة الدينية، ثم الأصدقاء، وأخيرا الإعلام. وهذا هو الترتيب الصحيح للتربية الصحيحة. ولكن ما نراه عبر عشرات السنوات الأخيرة أن هذا الترتيب قد انعكس، فصار الإعلام هو الذي يربي، وصار التلفزيون على سبيل المثال هو الأب الثالث الذي يربي بما يعرضه وبما يقدمه بصفة عامة، ثم الأصدقاء، ثم المؤسسة الدينية، ثم المدرسة، وأخيرا تأتي الأسرة التي صار مكانها في النهاية بسبب ظروف اقتصادية ضاغطة في أحوال كثيرة. وصار الأمر في الحقيقة مشكلة، ويجب أن نعمل جميعا كل في تخصصه في تصحيح هذه المنظومة الخماسية. ولذلك أيها الأحباء، البداية هي من الأسرة. يقولون لقد تعلمنا أن الثروات توجد في بطون الأرض، ولكننا اكتشفنا أن الثروات الحقيقية هي في فصول الدراسة. وبعد فاصل نلتقي، انتظرونا بعد قليل. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد، ونواصل معكم تقديم الأخبار. ضبط مسؤول هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا أثناء محاولته صرف ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية، وذلك باستخدام مستندات مزورة. وبحسب بيان الرقابة الإدارية، فإن مسؤول الهيئة نجحوا في ضبط كافة المعدات والآلات والأختام المصطنعة والمنسوبة لعدد من جهات الدولة التي حاول أفراد التشكيل العصابي استخدامها لإتمام عملياتهم والاستيلاء على الحسابات الدولارية لعملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية. قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه من الضروري أن تنفتح مصر على كل دول العالم لتوصيل رسالة بأنها على الطريق الصحيح. وأضاف الوكيل على هامش اجتماع زيارة وفد الأعمال البريطاني لمصر أن التغيرات على أرض الواقع تثبت أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح. فمن الضروري أن احنا من ننفتح على كل دول العالم نوصل لها الرسالة دي،
إن مصر قد عادت من جديد أرض الأحلام، أرض الفرص الواعدة، وعندنا المتغيرات اللي بتحصل تعالوا شوفوها. ودي ضمن خطة الاتحاد، يعني احنا استقبلنا من أول سنة لغاية دلوقتي ده رابع وفد. كان في وفد تركي، كان في وفد أيرلندي، كان في وفد ليبي، وإن شاء الله بنستكمل هذه الخطوات لغاية ما إن شاء الله القوانين الجديدة اللي بتسن البنية الأساسية للاقتصاد المصري تطلع من مجلس النواب إن شاء الله. أعتقد يعني نبقى كلنا بنسير في تحقيق الحلم بجعل اقتصاد مصر من الاقتصادات القوية، ونحقق الحلم اللي مطلوب بخلق فرص عمل لشباب هذا الوطن. عقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اجتماعا موسعا مع الدكتور احمد درويش نائب وزير الاسكان لتطوير العشوائيات، ومع قيادات المحافظة المعنية بانشاء سوق بديل لسوق التونسي. اكد المحافظ انه قد تم توفير مساحة ارض فضاء بنطاق حي البساتين لانشاء سوق نموذجي حضاري لنقل سوق منطقة التونسي العشوائي، وقد وجه المحافظ بالبدء في اعداد الطرق المؤدية الى السوق لربطه بطريق الاوتوستراد، مع مراعاة اعداد مداخل ومخارج للطرق تتوافق مع مداخل السوق من الاتجاهات كافة. عقد حزب مستقبل وطن ندوة بعنوان الدواء بين الأزمة والحل، وقال رئيس الحزب أشرف رشاد إنه يجب توفير حلول سريعة لأزمة الأدوية في مصر قبل الحديث عن الاقتصاد والاستثمار. عقد بالعاصمة الكينية نيروبي منتدى الأعمال المصري الكيني المشترك لبحث سبل دعم وتعزيز التجارة ولفتح فرص استثمار جديدة وللنهوض بمعدل التبادل التجاري فيما بين البلدين. حضر الاجتماع عدد من ممثلي الشركات المصرية والكينية، وأيضا ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية لدى البلدين. اهتمام مصري كبير بالقارة الإفريقية من خلال زيادة التعاون التجاري بين دول القارة والعلاقات التجارية بين مصر والبلاد الإفريقية. تأتي كينيا كدولة مهمة للتعاون التجاري مع مصر والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والارتقاء بالتبادل التجاري بين الدولتين الذي يبلغ 568 مليون دولار حتى يتناسب مع ما يجمعهما من علاقات سياسية متميزة. التجمع ده مجلس أعمال مصري كيني بعضويته مجموعة من رجال أعمال المتميزين من كلا الجانبين في مختلف المجالات، هو ثمرة التعاون ما بين رجال أعمال بلدين والحكومتين، سواء حكومات متمثلة في وزارات الخارجية أو الحكومات المعنية بالتجارة والصناعة من جانب، والسفارات من الجانب الآخر. الزراعة والسياحة والطاقة المتجددة مجالات عدة للتعاون التجاري والاستثمار بين الجانبين، إضافة إلى المقومات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، ومواصلة الطرفين تقديم الدعم والخبرات الفنية في مختلف المجالات. أحد الأشياء التي رأيتها في افتتاح المؤتمر هو حجم التجارة المتواضع بين الدولتين. هناك مبادرة بإنشاء سوق تجاري كبير، وبالتالي نجاح الأعمال التجارية الثنائية. نحن كلجنة تقع علينا مسؤولية إزالة كل العقبات والعوائق التي تحقق حجما كبيرا من التجارة بين الدولتين، وأدعو الله أن نناقش جميع الموضوعات المهمة التي نستطيع أن نضعها على طاولة الوزراء والحكومة لتوقيع الاتفاقات التي من شأنها دفع العلاقات التجارية الثنائية. تطوير علاقات التعاون بين البلدين وتعزيز سبل التنسيق والتشاور بين مصر وكينيا إزاء عدد من الملفات والقضايا الإفريقية، ولا سيما مواصلة عملية التنمية بالقارة، يأتي على قائمة اهتمامات البلدين، ما يساعد الدول الإفريقية على تنفيذ أجندة التنمية لعام 2063. وفي أخبار الرياضة، اختتم الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد ضمن منافسات الأسبوع 18 لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان الثنائي طارق حامد وعلي جبر قد تغيبا عن تدريبات الزمالك الجماعية أمس لحصولهما على راحة سلبية بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها نجم الفريق خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن غياب محمد ناصف الظهير الأيسر بسبب شكواه من كدمة في وجه القدم. ومنهم منتظر أن يعوض إسلام جمال ومحمود عبد العاطي دونجا والناشئ أحمد فتوح غياب ثلاثي الفريق خلال مواجهة كتيبة شوقي غريب. إذن مشاهدينا الكرام انتهت هذه الجولة الإخبارية. إليكم أهم ما جاء في هذه الجولة من عناوين. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري وأول اجتماع للحكومة في الأسبوع المقبل. رئيس الوزراء يعد بالاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال عامين. ومدير عام منظمة اليونسكو تزور مصر وتلتقي وزراء الخارجية والثقافة والآثار. إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم منتظرون على رأس الساعة. شكرا لك وشكرا لكم وإلى ملتقى.